الرحمن الرحيم. أخوكم علي البشيري أبو فهد، من حسن الحظ أني تعرفت على شركة المحيط عن طريق أخوي سعيد وزي غوار جعله يسلم. كان عندي فكرة أني أنا أروح لماليزيا، ولا عندي صراحة أي أدنى فكرة عن التنقلات، الطيران الداخلي، الأمور هذه كسياحة بحكم أنها أول زيارة. حاليا الحمد لله رب العالمين تقابلت مع الشباب في شركة المحيط عن طريق أول شيء المراسلة، يعني كان بيني وبينهم مراسلة واتساب، فحجوزات التنقلات الطيران الداخلي كان كله مع الأخ أبو كنعان اللي هو عن طريق الحجوزات. رتبوا لي أمور، أعطوني عرض سعر كويس وافقت عليه، تم تحويل مبلغ عن طريق الحوالات البنكية، أمورهم يسرة كلها. بعدها تواصلت مع برضو أبو كنعان عشان تأكيد الحجز، أعطوني حجزي كامل، تنقلات الطيران الداخلي، استقبال في المطار كان كويس، مناديبهم في جميع المدن في ماليزيا كانوا صراحة لا يعلى عليهم. في كذا شخص صراحة في شركة المحيط أنا أثني عليهم ثناء يستاهلون أكثر، ثنائي ممكن أنها يكون قليل بحقهم صراحة. أول شيء محمد الزنداني، هو الزنداني لكن صراحة شيء عجيب، هو أول من الناس اللي تواصلوا معي ففي سلنقور، وبعدها تقريبا في بينينج برضو كان عن طريق الزنداني وصلني لأبو راشد. أبو راشد كان لكم عليه ودي أني أقابل أبو راشد هذا عشان أخذ معه سيلفي كذا، بس أنه سيلفي يكون أليم شوي. الشباب هنا في كوالالمبور صراحة ما قصروا صراحة، من الأخير استقبال وجميع الخدمات كانت جيدة جدا إلى درجة ممتازة. إن شاء الله بإذن الله أنه لنا لقاء ثاني. أوصي الجميع بشركة المحيط، أنا ما حجزت عن طريقهم فنادق، لكن اكتشفت أن حجز عن طريقهم هم أسعار خاصة، فالمحيط وأرفع إيدك. أشكر الجميع من البقبوس لين أصغر موظف فيها، شكرا وأتمنى لكم التوفيق جميعا. Good luck.